عايز اخد تعليق من حضرتك على شخصية الأمير محمد بن سلمان، اللي هو زي ما حضرتك قلت هو الجيل ده، هذا الجيل اللي بيقود الدول العربية والخليج العربي في فترة مهمة جدا، ولكن بفكر محدث ومجدد وتقدمي ومستنير، وبياخد قرارات جريئة. وقد إيه أصداء القرارات دي ممكن تكون واحدة من ضمن العوامل اللي ساهمت في الهجوم الشرس اللي تعرض له الأمير محمد؟ يعني خلينا أقول، هو الإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي هي 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 بطبيعة الحال هي بتقود نظام العالم الدولي شيئا ما بين، نتعامل مع ظاهرة الرئيس الأمريكي أنه ظاهرة. وجزء من الخطاب السياسي والإعلامي لهذا الرئيس هو التعامل من منطلق حسابات المكسب والخسارة وظاهرة النفق والتكلفة والعائد، معادلة اقتصادية في إطار فكر البورصة على اعتبار أنه رجل أعمال وما إلى ذلك. إدارته للعلاقات الدولية للأمانة إدارة جديدة لفكرة العلاقات الدولية بهذه الصورة، بينتهج مبدأ الرشادة السياسية والحسابات الاقتصادية المباشرة. أراد أن يتعامل مع الخليج في ظل قيادات صاعدة تمثل نقلة جديدة للقيادات في الخليج. أنا أشرت إلى محمد بن زايد، محمد بن راشد، وأيضا محمد بن سلمان، نماذج ربما مختلفة تماما عن أجيل الأباء وجيل المؤسسين. اللي حضرتك أشرت إليه أستاذة مروج في جزء من اللي تأشير، مش قضية 2030 ولا استراتيجية التحديث ولا المرأة تركب عربية والكلام ده، دي أمور تفهم في سياقها، لكن إحداث نهضة مجتمعية داخلية، انه يفكر يعمل مراكز ثقافيه، يفكر يجي سينمات وسينمات ومسارح، كل دي نقلات جديده. ربما نتفق نختلف، هل 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 الخليج في حاجه الى هذا؟ المنطقه باكملها تشهد عمليه تحديث كبيره. ظواهر الانجاز في المجتمع في الدول العربيه اليوم بتمثل ازعاج لبعض الدوائر الامريكيه والاوروبيه في نفس التوقيت. ولديك ثلاث نماذج مهمه في الاقليم. النموذج المصري اللي بيقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في حجم الانجاز الكبير اللي بيجرى في مصر باعتبارات كثيره، بيسابق الزمن، الرؤيه الاستباقيه، عنصر الزمن ده دائما وضعه في مشروعات الانجاز. الجانب الآخر الخليج جزء منه بالتأسي بالتجربة المصرية، هم يتحدثوا الآن عن تنويع مصادر السلاح، هذا فكر مصر، فكر الرئيس السيسي حينما يتحدثوا عن تنويع الحلفاء، فبدل أمريكا بالاتحاد الأوروبي استدعاء فرنسا، استدعاء الأطراف الأخرى.